ربك يصلح حالك، اعرف دينك، عايز دنيا يفتح حالك، اعرف دينك، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز حكمة ورحمة وجنة، عايز تجمع دنيا وآخرة، اعرف 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 دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سناما، والصلاة والسلام على من فاق الأنام، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم يكرم الله فيه الكرامة. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا موضوعين الحقيقة. الموضوع الأساسي فضل سورة البقرة، لأن احنا بكرة إن شاء الله هنبدأ في المثل الأول الآية 16: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ده أول مثل في سورة البقرة، لقائنا معاه الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإحنا اتعودنا من أول سورة الفاتحة نذكر فضل السورة، وبعدين نشوف الأمثال اللي فيها، وسورة البقرة فيها أمثال كتيرة جدا هنتعرف عليها بشيء من التفصيل. قبل فضل سورة البقرة معايا الدعاء الجديد، أنا قعدت أهذب فيه وأختصره حتى يسهل حفظه. اللي يحب يكتبه ورايا ويدعي لي يكتبه: اللهم إني أفوض أمري إليك لكي يتحقق لي، فإنك سبحانك بالغ أمرك. مش هعيده تاني، ولكن هاخد ثواني في اللت والعجن فيه. اما تقول لواحد تثق فيه مسافر بلد معينه: هات لي حاجه من البلد دي، وكان بيحبك وفاكرك وقال لك من عينيا ووعدك، فتبقى انت بطنك فيها شادر بطيخ صيفي انه هيجيب لك اللي انت طلبته منه. اما يرجع بالسلامه وتروح تزوره يقولك فضل، ويطلع لك حاجتك. ليه؟ يقولك انا والله جبت حاجتك قبل ما جبت حاجتي. بلغ الامر يعني حققه. صاحبك ده او الراجل اللي انت قلت له هات لي حاجه من بلد الفلانيه ممكن يمرض، ممكن يفتقر، ممكن ظروف، ممكن يتسرق، حرام يلطش القرشين، سهله جدا الدنيا يعني. انما الله بقى سبحانه وتعالى لا يقارن بمخلوق، ولله المثل الأعلى. احنا بس بنعمل أمثلة توضيحية. لما يبقى أمرنا هو أمر الله يبقى مقضي. عشان كده لازم أعيده تاني: اللهم إني أفوض أمري إليك حتى يتحقق لي، فإنك سبحانك بالغ أمرك. في ايتين في القران، واحده في يوسف على الشمال وواحده في الطلاق يمين اللي هي بالغ امرك. في يوسف على الشمال والله غالب على امره. غالب يعني اقوى من الامور، وبالغ امره يعني محقق ما يريد. تساله النجاح لبنتك، ضناك حبيبتك حتى يجف دمعها وتشرق ابتسامتها في وجنتيها، تسألوا الغنى مع الأخذ بالأسباب. دي بين قوسين بقى ها دعاء على السرير وجبريل ينزل بالكباب يعني ها. بس لازم يكون عندنا يقين إن الأخذ بالأسباب وحده لا يحقق رزقا، والدعاء وحده لا يحقق رزقا. إذا لابد من الجمع بين الاثنين. عشان كده قالوا القاعدة: الدعاء في هذا الدين ملتزم.
ملتبس. شوف انا عملت ايدي وصوت طلع ازاي، ملتبس بالعمل يعني شابك في العمل. الدليل بتاع السادة العلماء قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. الأول يرفع وهو بيرفع القواعد، ربنا تقبل منا وهو فاتح كتاب اللهم ألهمني فهم النبيين، وهو بيشتغل عشان يجوز اللهم وفقني واحصني وحصني وارزقني بنت الحلال يا متولي. مش ربنا بقى متولي يشوفها له وروح وببركه دعاء ربنا يستجيب يعني. اما فضل سوره البقره ففضلها عظيم، ويكفي احنا عندنا ثلاث وقفات مع فضل سوره البقره، حاجه محدده ومعينه مش كلام عايم. ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يهرب من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. واحنا ابتدينا حلقه النهارده بالحمد لله الذي جعل لكل شيء سناما. النبي قال عليه الصلاه والسلام: سوره البقره سنام القران. يعني what does the meaning of this؟ ما معنى سوره البقره سنام القران؟ يعني ظهر القران، اعلى حته في الظهر اسمها سنام. شفت الجمل وايديا دول ودراعاتي كده، الجمل في ظهره عامل كده مثلث في ظهر الجمل، ده اسمه السنام، اعلى حاجه في الظهر. فكان اعلى حاجه في ال 114 سوره قران. كم سوره يا حبايب؟ كم سوره في القران؟ 114. وكم سوره فيها بسم الله الرحمن الرحيم؟ 113. ايه السوره اللي ما بداتش بسم الله الرحمن الرحيم؟ التوبه. مذاكر ما تمتحن تلميذ تقول له اقرا سوره التوبه، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا كويس، معلومات عن المشي. الشيطان بيهرب من البيت اللي بتقرأ فيه سورة البقرة. ياه، أمال إيه اللي بيحصل؟ طب ما احنا بنقرأ سورة البقرة. عايز أقول معلومة، ب 200 تريليون يورو، اي رقم يعجبك غالي قوي. المعلومه دي ما يعرفهاش كتير من الناس، عشان كده غالي عليا. في عندنا حقيقه علميه. ايه هي الحقيقه العلميه؟ اللي يقرا ايه واحده من سورة البقرة، آية هي 286 آية، أطول سورة في القرآن 286، اللي يقرأ منها آية اسمه إيه دي سورة البقرة. شفت بقى المعلومة تساوي كام؟ مليون يورو، أغلى من الدولورو. شفت؟ عشان أنت تفكر 286 آية هتخلصهم إمتى بقى، وعندك معاد وعندك شغل، لا أنت قاري ولا منيل، وديت نفسك في الكبارة. آية، وده بيسموه في البلاغة المجاز المرسل، يعبر بالجزء ويريد الكل. الآية جزء من سورة البقرة، تعبر بالجزء وأنت تريد الكل. والأمثلة كتيرة بس ما عنديش وقت يعني يسمح بكده. اقرأ صفحة، اقرأ خمس آيات يهرب الشيطان. يبقى قراءة سورة البقرة كاملة الله يحييك، قراية خمس آيات بس الله يبقيك، قراية آية واحدة الله يعينك ويهديني ويهديك. يبقى قرأ في البيت سورة البقرة فليس للشيطان مكان في هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في كلمة جوايا أنا محضرها وأنا جيد، مغي شغالة يعني، هي إني الشيطان مين اللي بيهرب من البيت لما البيت اللي بتتقري فيه سورة البقرة؟ زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال:
شيطان مين اللي يهرب من البيت اللي بتتقري فيه سورة البقرة؟ أيوة شيطان الجن، الجن والعفاريت، إبليس يعني. إبليس وأعوانه ملهمش سكن في البيت اللي فيه سورة البقرة، لكن بيني وبينكو، بيني وبينكو يعني، شيطان الإنس أنا تهيالي بيبقى لازق في البيت اللي بتتقري فيه سورة البقرة، وإنت بقى مفكره بيسمع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وممكن يسألك البر ليه؟ تقول له عشان خبر ليس مقدم، وتقول ده عالم متبحر ومنتبه وهو جاي لفسادك وجاي لخيبتك. فعشان كده بقول في الدعاء أما نيجي نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم نقول اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس والجن. وسئل أحد العلماء الكبار من أكثر من 1000 سنة أيهما أخطر على الإنسان، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ فقال والله شيطان الإنس أخطر، لأن شيطان الجن تصرفه لاستعاذة، أما شيطان الإنس أيوة نعم. أستاذ أحمد أهلا وسهلا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الدكتور مبروك عطية، أنا يعني متابع لقنواتك على طول ومتابع على طول لدروسك الجميلة. شكرك. وأنا يعني أحد محبيك. أشكرك. والنهاردة يعني أنا بطلب حضرتك وأتمنى منك الدعاء لأخي مصطفى أحمد عبد المنعم. مش هيأس أنا يا أحمد، وهقول لك قول أرجو الدعاء، بلاش تقول أتمنى، مش هيأس أبدا. توفى. لا قول تاني، قول تاني أرجو، أرجوك. أصلي تتمنى الدعاء يبقى مش هدعي، التمني يكون في المستحيل. أيوة. إنما الرجاء يكون في الممكن. أرجو من حضرتك. بس مش عايز منك غير كده. ورايا جميع المشاهدين، شكرا يا أحمد، ورايا جميع المشاهدين، اللهم ارحم أخاك وجميع موتانا، آباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخوتنا وكل من له حق علينا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، ونقه برحمتك الأمن إلى يوم القيامة، وسع له مدخله، وجاف الأرض عن جنبيه، نزل بك وحيدا وأنت خير من يؤنس النازلين بك، فآنس وحشته وتلق قه بما تتلقى به عبادك الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم آمين. وسائر موتانا. أسماء هانم. ألو. أيوة نعم. طيب إذن يستحسن في الدعاء أن نقول اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الجن والإنس، على الترتيب. على فكرة أقول لكم على معلومة، بخمسة ستة مليار دولار في القرآن الكريم كله يتقدم الجن على الإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كل القرآن ما عدا الموضع اللي فيه كلام يتقدم الإنس على الجن. اقرا مثال بس، انا ما عنديش وقت يعني، بس بديك شذرات كده من ان شاء الله علم نافع يعني. في سوره الاسراء مثلا، قل ان اجتمعت الانس والجن، ما تقولهاش بقى قل ان اجتمعت الجن والانس، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لو قعد الإنس والجن عشان يألفوا القرآن أول المجتمعين البني آدمين، البني آدمين بتوع كلام، الجن اللي هو إبليس أبوه مش بتاع كلام، إنما ابن آدم كلامانجي يا جدع. والدليل الدامغ على ذلك أنه في كل القرآن الكريم يتقدم الجن على الإنس إلا في الموضع الذي فيه كلام يتقدم الإنس فيه على الجن. ربنا يستر على كلامنا وعلى أقوالنا وعلى كل حاجة. أستاذ سعد. نعم. طيب، احنا في فضل سورة البقرة الموضع او الوقفة الثانية التي اسأل الله ان تكون من حاضرين اجمعين، وهي ما يخص آية الكرسي. آية الكرسي في سورة البقرة ولها اسم تاني اسمها سيدة آيات القرآن الكريم. يلا ستهم، شفت بقى؟ يعني عايز تقرا ايه، عايز تقرا ايه، اختار الكبيره. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا اكرام في الدين، وهو العلي العظيم. سيدة الآيات، كان سيدنا أبو هريرة غفير على زكاة الفطر اللي بتتجمع من المسلمين أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر كله جايب، ما كانش فيه فلوس بقى، كان الصاع من تمر وزبيب وبتاع، فلقى حرامي جوه المخزن، فجري وراه أبو هريرة، امسك حرامي. قال له معلش يا غلبان، غصب عني وداخل اسرق عشان ولادي. صعب على سيدنا ابو هريره، سابه. ها استاذ محمد، الف نعم. طيب شكرا. تاني يوم جه سيدنا ومولانا أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه، لقى حركة في المخزن اللي فيه صدقات مجموعة، لقى هو بتاع امبارح، مسكه قال له ولاد غلابة ومش لاقين ياكلوا، اعمل فيا معروف. صعب عليه المرة دي كمان، التانية بقى، التالتة، تالت يوم لقاه، قال له مش حسيبك إلا لما سلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الحرامي قال لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، تسيبني وانصحك نصيحة؟ فأبو هريرة كأي مسلم حريص على النصح، إذا كان سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم، قال إنما الدين النصيحة. ها أستاذ محمد، ألو، ده في مشكلة في الاتصالات النهاردة، احنا وبختينا بقى عشان ما تعطلش. المهم في اليوم الثالث. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اخبار حضرتك يا دكتور؟ في نعمة ما دمت بحمد ربنا. لو سمحت يا دكتور، عايز فتوى من حضرتك لو سمحت. اذا كانت فتوى، اذا كانت فتوى. طيب احنا، انا في فترة رمضان اللي فات دي، يعني احنا طبعا كنا في الصيام وكده، وانا متزوج، فاحنا يعني كان لنا فتره كنا في مشاكل بيننا وبين بعضينا وكده، واتصالحتوا في رمضان. اتصالحنا في رمضان وما استنتوش للمغرب وعاشرتوا بعض. بالظبط كده. بس يا عم شكرا. ولا فتوى ولا حاجه، ولا فتوى ولا حاجه، ولا فتوى ولا حاجه. هقول لك على اللي انت عايز تعرفه، بس حاجه واحده بس لو سمحت. ايه يا اخويا قول. انا بس عشان اللي اعرفه انه يعني الرد بتاعها انه يكون اطعام 60 مسكينه، فانا عايز اعرف انت يبقى فلوس
ينفع يبقى فلوس، ينفع فلوس، القيمه تنفع. تمام طيب، بس خلاص بلاش اتكلم بقى. لا قدر الله كان حمل بسبب الموضوع ده، في اي حاجه حرام، في اي حاجه موضوع كده، طالما سديت اللي عليا الكفارات يمحو الله بها الخطايا. تمام يا دكتور، شكرا. العفو، شكرا جزيلا، عملت معروف. والزوجه زيك بالظبط وعليك الكفارتين. يلا ده الجديد اللي ممكن ما تسمعوش في حته تانية. يعني إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعليه كفارة وعلى زوجته كفارة وهو يغرم الكفارتين. الست أم محمد، كتر خيرك إنك بتسمعنا، ربنا ينور لك طريقك. اللهم أمين وإياك. اللهم من فضلك، أنا بحب الصيام، بعشق الصيام، وصحتي بتتحسن عليه. ايه؟ صحتي بتتحسن على الصيام. بتتحسن؟ صحتي صحتي بتيجي على الصيام. الله يزيدك يا رب ويديك الصحة. هل في مشكلة لما أصوم مثلا ثلاث أربع أيام ورا بعض؟ أبدا ما فيش مشكلة أبدا، المهم ما تصوميش، المهم ما تصوميش الظهر كله. لا الحمد لله. صيام الظهر يعني صيام يوم وإفطار يوم، خير الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. بس الصيام الكامل لشهر كامل رمضان. اليوم الثالث بقى قال له يا أبا هريرة أنت مسكتني وأنا معايا السريقة وبترجاك تسيبني علشان ولادي غلابة مش لاقين ياكلوا، إيه رأيك بدل ما تعرضني على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يقطع إيدي؟ ما هو جزاء السرقة قطع الإيد. أنصحك نصيحة وتفكني. فسيدنا أبو هريرة ألا أسمع النصيحة؟ قال له بقى إذا أردت ألا يمسسك شيطان سبعة أيام اقرأ آية الكرسي، وسابه. وراح سيدنا أبو هريرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا ظبطت حرامي أول يوم الولادي جعانين سبته، تاني يوم الولادي جعانين سبته، تالت يوم بقى النهاردة جاي أجيبولك، قال لي هنصحك نصيحة تقرأ آية الكرسي. فأنا لازم أكمل عشان جوايا حاجة لازم أقولها ما أموتش بيها يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب، إنه شيطان. أنا هقف بس عند كلمة إنه شيطان، تستاهل سفري إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وعودتي من السفر دايخ وحالتي بالبلد. إيه هو بقى المراد بيه شيطان؟ يحتمل الاتنين، يحتمل الشيطان اللي إحنا عارفينه، ويحتمل إنه من بني آدم، بني آدمين. وكثيرا ما كان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شيطان على البني آدمين، يعني المباعد للخير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يطلق عليه شيطان، وأقربها اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت الراكب شيطان، يعني اللي يمشي لوحده شيطان. يعني ايه شيطان؟ يعني بعيد عن الخير. العجلة ضربت يصلحها يرجع من العيش العربية، ولا يبقى معاه رفيق أو رفيقين؟ قلنا عشان الموت يعني يبقوا ثلاثة، عشان لو واحد مات اتنين يشيلوه. الطريق يحتمل ده ويحتمل إن شاء الله كل مسافر يرجع بالسلامة سالما غانما، لكن التوقعات من أسباب وضع الأحكام الشرعية للحيطة والأمان. أم محمد، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسترك. أنا عايزة حضرتك بس يعني تقول لي يعني أعمل إيه يعني؟ في ايه؟ انا اتجوزت من 15 سنه. طيب، والراجل كويس وابن حلال واحنا متفقين. الف بركه. واحنا متفقين، احنا ناس كبار مش صغيرين، احنا متجوزين واحنا كبار يعني. هو مع اولاده وانا معايا اولادي. فكان في وعود يعني هو وعدني بيها، انا وافقت.
على السعودي، وقفنا جنب بعض وكملنا الحياة وجوزنا أولادنا. فهو جه دلوقتي بطلبه بالشبكة، هو قال لي هجيب لك شبكة بس لما الظروف تتحسن، وقف جنبي تتحسن الظروف يعني. فأنا بطلبه بالشبكة كانت ب 5000 جنيه من 15 سنة، كان الجرام ب 85 بالظبط. فهو بيقول لي لا يعني مش دلوقتي مش هجيبها لك يعني، ده بغلي. طب هي مشكلتي ان انا صبرت 15 سنه عشان طالب بشبكتي؟ أيوه. وشايفه الظروف واحنا أيوه. كويسين مع بعض، ده احنا مناسبين بعض يعني، ابنه خد بنتي. الله اكبر. وبقى عندنا احفاد شركه. يا سلام. واحنا كويسين مع بعض يعني، بنروح المسجد سوا، بنيجي سوا، بناكل لقمتنا بما يرضي الله. لكن مش عايزة، لكن يا ابو محمد مش عاجبكم انكم تبقوا كويسين من بعض، لازم تدوروا على باب نكد. احنا كده. احنا كده. طيب ما كان، شوف الكلام اللي بتقوليه، شوف الكلام اللي انت بتقوليه. كويسين مع بعض، والواد ابنه خد البنت بنتي، وبنروح الجامع مع بعضينا، ويا ناس يا شر كفايه قر، وكفينا يا رب شر الحسد، ربنا حاش عنا العين وحاش عنا الحسد وكتب لنا السعاده. لازم ننكش على حاجه تنكد علينا. دهب ايه اللي عايزاه؟ دهب ايه؟ وهتعملي بيه ايه؟ وتنسي تحمدي ربنا على السعاده اللي انت فيها. وحيد الله صلى على المختار، وانت عجنه الراجل وخبزاه وكويسه معاه، زيدي كواسه، مش عايز اقول زيدي كوسه، زيدي كواسه، زيدي حلاوه، وبلاش الغص عليه. انا عايز الذهب، انا عايز الذهب، ما تدوريش على النكد. يا حبيبتي اما طول معاك نص دقيقه كمان، كل خاطب كذاب، دي قالها سيدنا سليمان. الناس في الاول بتوعد، واحنا بقى لقينا الحياه ماشيه وحلوه وحلوه، نحمد ربنا على حلاوتها وننسى الوعود. هيجرى ايه في الدنيا بدل ما نخربوها؟ لا انت وعدت، يعلي صوته، سمعوا بينا الجيران، اتنكشنا اتنكشنا، يا نهار ابيض. ويعفو عن كثير ربنا، وربنا اللي بيعفو عن كثير بيحب اللي يعفو عن كثير. وفاصل ونواصل، فانتظرونا بعده ان شاء الله. اهلا بحضراتكم وبالعود الذي ارجوه احمد. قلنا الاحتمال ان يكون الشيطان قال لسيدنا ابي هريره اقرا ايه الكرسي، يكون ابليس، احتمال ضعيف على فكره. الاحتمال الاقوى ان يكون بني ادم، واطلق عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيطان لبعده عن الخير بسرقته، والنبي يقول عليه كذوب لانه جاي يسرق. يعني لو كان صادقا في نيته مع ربه، ده في التمديد لابن عبد البر على الشمال مجلد 17 يقول لك ان اختلف العلماء في المساله اللي هي سؤال الناس، فيها نصوص صحيحه ان المساله لا تصلح الا لذي فقر مدقع او دم موجع او غرم مفزع، وجماعه تانيين عليك دي عليك دي على الحديده ما تسالش الناس ابدا. دول علماء ودول علماء، دول معاهم الحجة ودول معاهم الحج. اللي قالوا لا تسألش الناس أبدا، قالوا لأن سؤال الناس يتنافى والثقة بالله. فالنبي يقول على الحرامي كذوب صلى الله عليه وسلم، يقول على الحرامي كذوب. أفندم أستاذ حسن، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور مبروك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نسألكم الدعاء أن يمن الله علينا وعليكم بالشفاء العاجل. أمين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، نحن واياكم. ثانيا، سيده ترضع، ايوه، هل يجوز لها ان ترضع اخاها المولود؟ تبقى امه واخته. يجوز جدا. طب ثانيا، يعني هل يجوز للمراه في صلاتها
يعني أن تصلي من غير جورب شراب تلبسه؟ عند الأحناف يجوز. يجوز عند الأحناف، مشط الرجل ليس بعورة، والدنيا كلها ميسرة، دارت أهلا وسهلا، ما بانش إلا كعبها صلاتها صحيح. نورتيني يا حسن. فسلمى هانم على اسم بنتي. كل السنة وحضرتك طيب. كل السنة وانت ست الناس، ربنا يخليك. دكتور انا عندي بنتين، ربنا رزقني بنتين وما رزقنيش بولد، تمام؟ فدايما اقول لزوجي ايه، عايزين نأمن مستقبلهم، عايزين نعمل لهم مثلا دفاتر ليهم لما يكبروا. يقول لي لا انا بمشي تبع شرع الله. هل ان انا امن مستقبلهم ان انا اقلع عليهم ده في حاجه ضد شرع ربنا؟ لا، الخوف على الاولاد مشروع، الخوف على الاولاد مشروع، وفي الحديث الصحيح لان تدع يعني تترك، يعني ما يودوك التراب لان تدع، يعني وهم مودينك على النعش كده انت خلاص ودعت، لان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. فالانشغال بمستقبلهم، الانشغال بتعليمهم، الانشغال بانهم يعيشوا مستورين، الانشغال بان احنا نجيب نفقتهم وندخر لهم، لان تترك يعني بلاش تدع دي، لان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. يمكن زوج حضرتك فهم منك انك عايزه تكتبي كل حاجه للبنتين، وممكن بعد عمر طويل يتوفاكما الله بعد طول عمر وحسن عمل ولم تنجبا ذكرا، فيبقى لهم التلتين في التركة. فجايز هو قال حمشي على شرع ربنا، يعني مش هاكتب للبنات حاجة تخليهم مميزين في الميراث. وأنا قلت قبل كده وهقول، اعمل للبنات كل حاجة ما لم يخطر على بالك حرمان غيرهم من الميراث. اعمل للبنات اي هدية اي حاجة طول ما ده سليم من حرمان. تحرم يعني بتتحدى القرآن، بتحارب الله. وربنا قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. يتعدى الحدود يعني ما يعجبوش شرع ربنا، يغير وبدل، يقدم ويأخر، يوصي وهو مش سايب خير، حاجات كتير، يحرم زي ما بيقولوا، يكتب الواحد والتاني لا، بلاوي سودة. النار هتولع في مين؟ النار هتولع في مين؟ أستاذ محمد. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام يا فندم ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، أنا والدي اتحجز 30 يوم في العناية المركزة قبل رمضان كده بعشر أيام، وتوفاه الله يوم 23 رمضان. أيوه سمعني. الله يرحمه، الله يرحمه. فأنا ليا سؤالين يعني بعد إذن حضرتك. فضل. أول سؤال، الـ 22 يوم أو الـ 23 يوم بتوع رمضان هل يجوز إن أنا أصوم مكانه، ولا هو رفع عنه الصيام عشان ان هو كان مريض؟ على كل يوم اطعام مسكين، ما يجوز الصيام. خد الراي المختار يعني. تمام. خد الراي المختار بدل ما لت ونعجل. من مات وعليه صيام اخرج وليه عنه من تركته او من ماله تطوعا عن كل يوم افطر واطعام مسكين. تمام. السؤال الثاني يا فندم. السؤال الثاني يا فندم، هو كان عنده جلطة وكان زعلان، كل ما اروح له كان عايزني اخده من المستشفى، فكان الدكاترة محذريني ان هو على اجهزة. أيوة. فكان جه في اخر ايامه كان زعلان مني، وكل ما يشوفني عايز يرفع الغطاء من عليه ويقول لي خدني معاك، وانا ما مش قادر اخده معايا عشان حالته الصحية، وهو ما كانش فاهم عنده ايه. فهل ان دعا عليا انا ذنب لي؟ ابدا ابدا، ما دام العمل لصالحه فالله يكرمك عليه ويثيبك. لكن هو ما يعرفش، هو ما يعرفش كلام الدكاترة، هو عايزك تشيله من المستشفى وجو المستشفى وأجهزة المستشفى، وعايز يروح البيت يشم نفسه. الدكاترة اللي هم أهل الذكر
وربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شايفين إن بقاؤه في الأجهزة وبقاؤه في المستشفى خير له وأفيد لصحته. فأنت أبدا اللي تعمله لصالح الوالدين وإن كان ظاهره يضايقهما لا تسأل عنه ولا تحاسب عليه أبدا. أهلا وسهلا أستاذ حسني. أيوة نعم. أنا على الخط. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. كل العام وأنت بخير وبصحة وسلامة. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. تفضل يا فندم تفضل. دلوقتي أنا راجل كبير سني 75 سنة. ديك طولت العمر وحسن العمل. الله يخليك. بعد بصلي على كرسي أنا وزوجتي وهي زي حالتي برضو بنصلي على كرسي ورايا. ساعات نصلي جماعة في البيت. فهل يجوز إن حد يصلي ورانا واقف؟ الله جدا. يعني بنتي أو ابني أو يصلي ورايا وهو واقف. جدا. وهو بيركع ويسجد على السجادة. جدا جدا. وأنا عايز جالس على كرسي. جدا جدا جدا. وللفقهاء في ذلك رأيان. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن صلى قاعدا فصلوا وراءه قعودا. وجماعة تانيين قالوا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وصلى الناس من خلفه قياما. فيجوز للمريض الإمام إذا كان مريضا صلى المأموم القادر واقفا أو قائما بس يراعي الحركات يبقى ما يتلخبطش في ركوعه وفي سجوده. لكن يجوز جدا 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 جدودا جديشا كمان تي اي او ان في الاخر. هدى هانم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يسترك. ربنا يبارك في حضرتك. عندي سؤال هو في يعني شخصي جدا فهل اقدر اقوله علنا يعني ولا؟ اذا ما كانش فيه اساءه ولا 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 نكش في حاجه تحرج الناس بلاش تقوليه. اختي واخويا يعني اختي للاسف من 10 سنين عملت عمل يعني فاحشه بمعنى اخر. طيب. واخويا الكبير مقاطعها بقاله 10 سنين. الايه؟ اخويا الكبير مقاطعها بقاله 10 سنين من ساعه الموضوع ده ما حصل يعني. ايوه. فطبعا يعني اخويا الكبير ان شاء الله ربنا كرمه طالع يعمل حجه. فانا بقول له ان ما ينفعش يطلع يحج وهو ده هو يعني ينفع يحج اذا استطاع الى الحج سبيلا. انا اوضح لك الموضوع. احنا عندنا مغالاه في معامله البنات اذا اخطأن وبتصل في بعض البلاد الى قتلهن مع إن ربنا لما شرع حدوده الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لم يقل ربنا فقتلهما. إحنا عجلنا الدنيا وبوظناها. كونك تقولي لواحد قادر على الحج ما ينفعش تحج ده من المعجنة بتاعت أم سوسو عمل الدين جديد. لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن شاء الله يكون مخاصم الدنيا بحالها. لأن سمعت عوايدنا وتقاليدنا لازم تصالح كل اللي مخاصمينك. افرض أنا مخاصم 40 واحد على ما اجي اصالحهم يكون الرحله راحت بتاعت الحج. احج امتى بقى؟ ان شاء الله مع اني صالحتهم اسامحهم اتقبلهم لما يقوم يهنوني وتنتهي المسائل. يعني العباده ملهاش العباده مش معلقه الا بما يتصل بها. يعني ايه؟ مثال صغير يعني الصلاه مثلا. ايه شرط الصلاه؟ كلمه واحده، الطهور، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. فاللي متوضي كويس
وعارف ان داخل على العشاء 4 ركعات الساعة 9 كويس، وعارف القبلة فين، وقال الله اكبر صلاته صحيحة. افرض هو بيصلي كده كان مضايق ابوه وامه، او عامل فيهم فصل مش كويس محتاج حلقتين بقى عشان نعرف ايه الجذور ونجيب الحبل من الوتد ونعرف الاصل ايه والفصل ايه ونعمله بتاع، محدش يقول له صلاتك مش نافعه. واي دبليو اتش واي، صلاته صحيحه يبقى الصلاه صحيحه. معاملاته مع والديه ومع اخواته ومع ارحامه انذر فايل. وربنا بيقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فبلاش النبي تربطه العباده بانه مقاطع اخته، قاسي عليها، ربنا يرق قلبه عليها وكانت طفله وصغيره وغير بالغ وغير مؤاخذه، وننصحها بالراحه. ومعايا تليفون فاصل ونواصل بعده، وانا ما اجلش الفاصل ثانيه واحده، فاصل ونلتقي بعده ان شاء الله، فانتظرونا. نرحب بحضراتكم وبالعود الذي ارجوه احمده، ومعايا تليفونين، رؤوف وام سلمى. ناخد رؤوف وام سلمى ونقول كلمه ختاميه في فضل سوره البقره. ام مين؟ ام شمس البارودي. ها يلا رؤوف، هنقعد بقى نعمل ايه؟ الست ام شمس. يلا رؤوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل ثانيه وحضرتك ضايل. الله يسترك، وكل كل ثانيه وانت سيد الناس كلها. شايف ايدي؟ انتظر. لا ابقى وطي التلفزيون بس. احنا بننتظر حضرتك. نعم احنا بننتظر حضرتك زي يوم العيد. الله ربنا يجعلكم منتظرين عفوه وكرمه ونداه ورحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا وقال لنا إن العلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإحنا نحسبكم من العلماء الصالحين. وبنشكر حضرتك بإن حضرتك بتوصلنا المعلومة بطريقة جميلة جميلة جميلة. اللهم لك الحمد. سؤال لحضرتك، أنا بحب القرآن كويس، وبعدين هل قراءة القرآن قراءة المصحف لها مدة معينة ولا نقرأه على طول؟ حاضر. في آية وفي حكمة. الآية في آخر سورة المزمل ربنا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، يعني جزء جزئين صفحة زي ما قلت النهاردة 5 آيات. الحكمة بقى وهي دينية بتقول قليل دائم خير من كثير منقطع. اديني كل يوم 5 آيات وقوم شوف شغلك احسن لما تقعد تختم القران كله في اسبوع وما يدخلش جيبك جنيه. وذلك هذه الايه الختاميه لسوره المزمل يقول الله فيها فاقرأوا ما تيسر من القران. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. يجيبوا الجنيه، هيجيبوا الجنيه ولا يقعدوا يختموا القران؟ يجيب 5 آيات ويجري. ولذلك قلتها زمان من 20 30 40 سنة، هل فلسفة الإسلام يبقى معاك 500 جنيه، 5000 دلوقتي 50 5 مليون، وبتقرأ 5 آيات قرآن؟ ولا فلسفة الإسلام تقرأ نص القرآن الكريم 15 جزء ولا يبقاش في جيبك جنيه؟ الإسلام مع مين في المثالين دول؟ مع اللي معاه، لأن المال قوام الحياة. ويبقى القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. أم شمس راحت، راحت أم شمس. إيه إيه أستاذ محمود من المنوفية. ألو ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟ في نعمة ما دمت بحمد ربنا. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك لو سمحت، ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة السنن؟ في صلاة السنن؟ أي من صلاة السنن صلاة التراويح، وهي تصلى جهرا كما تصلى صلاة العشاء، ومن صلاة السنن صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي تصلى جهرا. وما ثبت فيه السرية ينبغي أن نلتزم فيه بالسرية، وما جاز فيه الجهر نجهر فيه. شكرا. أنا بقول لحضراتكم آخر حديث نبوي في فضل سورة البقرة، والحديث ده غالي عندي جدا، وربنا يفكرني ويفكركم بيه، لأنه هيشيل من عندنا حمل جامد قوي. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة كفتاه. أبح، من قرأ الآيتين، والله لأقراه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هاتان الآيتان آخر سورة البقرة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال اللي يقرأ الآيتين دول كفتاه. فماذا قال السادة العلماء في تفسير كفتاه؟ واحد، كفتاه عن قراءة البقرة كلها. اثنين، كفتاه عن قراءة القرآن الكريم كله. أبح، تلاتة، كفتاه عن قيام الليل. الأولى اختارها، التانية اختارها، التالتة اختارها. المهم تعرف إن ده من أصح الأحاديث في فضل سورة البقرة، أن الآيتين الأخيرتين، ويكفي أن الآية الأخيرة 286 كلها دعاء، وخير الدعاء دعاء القرآن الكريم، يليه دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، يليه ما جال بخاطرك وأردت أن تدعو الله به، هذه الثلاثة مرتبة. خلاص؟ للأسف. وبحسن الوعظ تمتلك القلوب، وصخر الطبع من لين يذوب، فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل أن يتوب، ورحمته لأوسع من خيال، ولو كثرت من العبد الذنوب. حتى ألقاكم مع المثل الأول في سورة البقرة، لكم مني خالص الدعاء بأن يكون أمرنا جميعا لله والله بالغ أمره. السلام عليكم. الله 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 يا الله 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 يا الله. عايز ربك يبقى في صفك تعرف دينك، ولما تنادي تلاقيه جنبك تعرف دينك. عايزه دايما يرفع قدرك اعرف دينك اعرف دينك. الله 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 يا الله 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 يا الله. عايز ربك يغفر ذنبك اعرف دينك. عايز دايما يرتاح قلبك اعرف دينك. عايز سيدنا النبي يحبك اعرف دينك.